صباح الخير صف رابع، شلونكم ماما؟ ان شاء الله زينين. عندنا هاليوم تقدير نواتج الجمع. احنا الدرس السابق اخذنا الجمع، عمليه الجمع، واخذنا الطرق في حل الجمع، اخذناه بالشكل العمودي يعني الجمع العمودي، واخذنا الجمع كذلك في جدول القيمه المكانيه، واخذنا الجمع بالصوره التحليليه، وحلينا التمارين. هاليوم عندنا تقدير نواتج الجمع. فكره الدرس انه راح استعمل التقريب لاقدر ناتج الجمع. التقريب انتم سابقا ماخذين التقريب لاقرب 10، وماخذين التقريب لاقرب 100. هسه راح ناخذ التقريب لاقرب 1000، واحنا شرحنا قبل على التقريب لاقرب 1000. هسه شو راح نسوي؟ راح نقرب نواتج الجمع بكذا خطوه. تقدير نواتج الجمع راح نستعمل هذا المثال في الكتاب يمنا، انه حمولة باخرة صيد 243,560. تشوفون شلون فصلت المراتب حتى اقدر اقرا. دائما نفصلها ثلاث مراتب ونفصلها بفاصلة حتى نقدر نقرا الرقم او العدد 243,560 كيلوغرام من السمك، وحمولة باخرة أخرى 426,405 كيلوغرام. أقدر حمولة الباخرتين، أقدر ما معنى أقدر؟ يعني أقرب. أقرب شنو؟ حمولة الباخرتين اثنيناتهم، يعني أجمع وأقرب من الكيلوغرامات لأقرب 1000. أنا صح أقدر، بس أقدر ليش قد؟ أقدر لأقرب 1000. إحنا مثل ما هنا تشوفون، إحنا أخذنا إلى أقرب 10 وأقرب 100. هسه راح يكون لأقرب 1000 للجمع، والرمز هذا هو رمز اليساوي مال تقريبا، رمز التقريب. زين، شلون راح نقرب؟ عندنا هذا العدد 243,000، هنا هاي الخطوة الأولى آخذه، هذا العدد هنا لجبته. زين، العدد الآخر أيضا أجيبه هنا. لازم شو أسوي؟ أول شيء العدد الأول أقربه، ثم أقرب العدد الثاني، ناتج هذا التقريب أجمعه. زين، راح نجي نقرب وحدة وحدة. أول شيء أقرب العدد الأول لأقرب 1000. لأقرب 1000 إيش أجي أسوي؟ أحوط الآلاف، أحوط آحاد الألوف. هذا آحاد، عشرات، مئات، هنا آحاد الألوف أحوطه، الكل يحوطه حتى ما نخطأ. زين، قبل الألف المئات شبيهة، هل هي كريمة أم بخيلة؟ إحنا قلنا الكريمة هي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، هذول من الأرقام أو الأعداد الكريمة اللي تعطي للآلاف واحد. فهنا عندي خمسة، إذا تعطي للثلاثة واحد إيش قد راح تصير؟ تصير أربعة. الصفر أنزل الصفر للآحاد، صفر للعشرات، وهذا المئات أيضا صفر. الثلاثة أخذت واحد من الخمسة، ما بعد التحويط هذا المنانة اللي هو عشرات ومئات الألوف تنزل كما هي، تنزل كما هي. إذا أحوط الآلاف آحاد الألوف، أحوط هذا آحاد الألوف، قبلها يعطي واحد تصير أربعة، ونصفر ثلاث أصفارة. طبعا ثلاث أصفارة هو معطول لأقرب ألف، إذا هي ثلاث أصفارة، والثلاثة تنطيها واحد تصير أربعة، الأربعة وعشرين تنزل كما هي. زين، العدد الآخر اللي تحته وين الألوف؟ هاي الألوف، قبلها بخيلة لو كريمة؟ بخيلة، والأعداد البخيلة هي الصفر، الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما تنطي.
إذا أصفر ثلاث أصفار للآحاد والعشرات والمئات، الألف ينزل كما هو اللي هو الستة، والاثنين والأربعة تنزل كما هي. صار عندي هنا هذه الأعداد بعد التقريب لأقرب ألف. إيش راح أسوي؟ راح أجمعها. طبعاً هنا أنا حاطها خطوة أخرى، أنا هسا أعلمكم إنه نجمع هنا. العدد الأول هنا جمع، جمع يعني زائد. العدد الثاني دشوفون مرتبة جوا مرتبة بالترتيب حتى ما أغلط. طبعاً صفر زائد صفر هو صفر، وصفر زائد صفر صفر، وصفر زائد صفر أيضاً صفر. بعدين الأربعة زائد ستة عشرة باليد واحد، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة واثنين يصير سبعة، اثنين زائد أربعة ستة. إذا من راد أقدر ناتج الجمع، هذا هو ناتج الجمع مع التقدير. يعني العملية أنه أقرب لأقرب ألف ثم أجمع يطلع عندي الناتج. هذا هو تقدير نواتج الجمع. عندنا هنا مثال أجد ناتج الجمع وأتحقق بالتقريب لأقرب ألف. عندنا حتى أتحقق أنه إحنا جمعنا العددين، جمعنا هذا العدد مع هذا العدد وطلع لنا الناتج، أجي شلون أنه أقرب العدد، شلون أتحقق؟ أقرب العدد الأول لأقرب ألف، وأقرب العدد الثاني أيضا لأقرب ألف، وأجمعهم، أجمعهم يعني راح يصير عندنا هنا وين الآلاف؟ آحاد الألوف هو الأربعة. زين الأربعة قبلها أكو اثنين بخيلة ما تنطي، إذا تنزل كما هي. هنا آحاد الألوف هو الستة، والسبعة تعطي الستة واحد راح تصير سبعة. أجمعهم الأصفار كلها تنزل الأربعة زائد سبعة داعش باليد واحد، راح يصير أربعة وأربعة ثمانية، واحد وثمانين ألف. حتى أعرف إنهم هذول شلون، شوفوا هنا قبل التقريب أين الألوف؟ هذا هذا الصفر هو مرتبة آحاد الألوف. التسعة تنطيها، إذا قربتها راح يطلع نفس الناتج، إذا نقربها راح يطلع لنا نفس الناتج. وأريد تحلون التمارين كلها، أتأكد وأحل كلها، وإن شاء الله بالدرس اللي يجي راح نشرح التمارين.